حلقة من حلقتكم ميكرو طنجاوي. في هذا البرنامج نطرح مواضيع مختلفة من شبابية واجتماعية لجعلت منتشرة بشكل كبير في المجتمع ديالنا. موضوع ديال هذه الحلقة يكون ما هو سبب عزوف الشباب عن الزواج، مش هو سبب أخلاقي ولا معنوي ولا مادي. أجي معي شكوى أراء الناس. متجوز ولا باقي؟ لا باقي، عندك تنتفكر نتجوز ان شاء الله والحق الان باقي عازف. وعلاش شنو الاسباب اللي خلاتك ما تزوجتيش لدابا؟ لا الان تنفكر بالدراسه ديالي وكذا، انت تنكمل القرايه ديالي عندك شوف فوقاش مثلا ان شاء الله تنعمل المستقبل ديالنا وكذا ان شاء الله عندك يكون خير. والصراحه زعما حنا ما تنتشرطوش بديك الشيء ديال الزواج ولا كذا، انت اللي جا من عند الله مرحبا بها انت. لا مجوز اخي؟ لا. علاش؟ حيت عندي العائله ديالي. واو، واش باقي ما تزوجتيش بها؟ باقي ما نتزوجش بها. شنو من الاسباب اللي باقي ما خلاتك ما تزوجتيش بها زعما؟ باقي ما خدامش. ما تخدم مع الزواج؟ لا ناوي نمشي لاوروبا. عطيوني فيزا وباسبور. تزوجتي ولا باقي؟ لا باقي ما جبتش. علاش؟ باقي ما جبتش بنت اللي تناسبني. الناس ناس قلالين شويه. خصني بنت، خصني مرا بنت الناس، الحجاب ديالها وكلشي ديالها. اللهم قوي ايمانك. علاش باقي ما تزوجش؟ انا عاد كنتسنى ان شاء الله يا ربي كنكون راسي شويه بشويه ونخدم الخدمه ديالي وان شاء الله غنجوج على راس. فات الاحلام ليك كنتمنيك ان شاء الله يا ربي. بغيت سوق هيدا ماشي طويل بزاف، غير قادي شتيتو فوقي ياك، عنده الححيه مزيونه حليلو وطيسات زين زعما نقول لك. زيد نعبر ولا بلاش؟ لا تيشوف لا تيشوف. دابا هاد الساعه باقي ما مزوجينش. علاش باقي ما مزوجينش؟ كنفكر في الزواج ولكن كاين المشكل، كاين مشكل الخدمه. كنقول زعما باقيش ديال الخدمه وهذا ولكن ما كايناش، الاغلبيه كيخدموا البنات بلاصه الدراري ما كايناش. اذا كان مثلا المستقبل كاين والخدمه كاينه كنتزوج لا تلا، فهمت؟ الحمد لله بنات ناس كاينه ولاد ناس كاين موجود، ولكن المشكل كاين بقات في الخدمه والسعر ماشي اللي كاين. علاش دابا الشباب ما بقاوش كيبغيو يتزوجوا؟ ما كاينش، لا كاينش معامل، ما كاينش معامل، ما كاينش. شمن سنين كيتزوجوا؟ حتى كيوصلوا 35 سنه، حتى على الاقل كيعمل واحد بارتمان على الاقل مره، كيبدا خدام حتى كيتقوس له طهرو باش كيعمل شي بارتمان ولا شي طونوبر على قد الحال. دابا الزواج ضروري، الزواج رجع من استطاع اليه سبيلا. كاين شخصيه قويه كابابل ولد الناس، دونك شنو نقول لك؟ ويكون مزيون اهم حاجه، قديمة ديالو شي حاجه زينه ما كلش ضروري. واش ما كانش زين؟ ها مشوش ضروري خصني نكون المناسبه ديالي انا، كيفاش غنشوف ضروري نشوفو انا. واخا بزاف ديال الشباب جانا كنشوفهم ما كيبغيوش يتزوجوا، علاش؟ هما ما كيتيقوش فينا وحنا ما كنتيقوش فيهم. الثقه ما بقاتش. الثقه ما بقاتش. مليحه هذه ديها عجبتني، مليحه ديها عجبتني. اعوذ بالله مشي طراش مغربيه ومغربيه سخروا شي عليك الشباب ديالك، اتشرفك تينا باقا صغيره. اعوذ بالله باقي صغير مع راسي انا باري من علاش مغربيه تشيبك تينا؟ انا انت واحد ماتها كتفيق من النعاس مغربيه فاي سنك كمر ويا خرا شنو كتقول لك؟ والله كتفتح لك الشهيه تقدر تجيب لها اي حاجه. اليوم تكون معايا ديال اش هذيك الصخره حدي فينلندا ايرلندا النرويج صافي، هادو ثلاثه البلدان اللي ندوز فيهم انصاد وحده ديالي. وديك شي فيه مكاتب فهمتي ما كتقدرش تعرف، يعني هاتينا عازب شتيتو هاتينا جبار سي مرا ولا ديك شي ديال الله. اسكن فحال كاع بنس ما كيهمنيش انا وجهها ولا كذا، كيهمني المرا اللي نعيش معها حياتي واللي تكون يما ومد ولادي واللي تصبر لي وطيب لي، ماشي اللي تغني لي ديال سكت اليسا. حبك وجع بعدو معي، حبك حلم هربان. كنتمنى هاد ولد الناس يكون، هاد ولد الناس يكون خدام ويكون مستوى القرايه ديالو طبعا عالي، باش طبعا انا كنقرا والحمد لله مزيانه القرايه ديالي، لكن كنتمنى يكون شي واحد حالي.
علاش مابقاوش كيفكروا في الزواج؟ حيتاش كتجي كتضحك عليهم شي عائله كيقولوا كلشي بنات بحال بحال، حتى حنايا كذلك كاين شي واحد شي ولد يهضر معانا وشي حاجه وما يتفاهمش معانا ولا يلقوا شي حاجه علينا ماشي مزيانه كنبداو نقولوا الدراري كاملين ماشي مزيانين. ست مرات وعندي 8 دور صلان باقي كاملين؟ لا كنجوج كنطلق كنجوج كنطلق. علاش كطلق؟ ها؟ علاش كطلق؟ والله حتى انا نبدلو. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. ما انا عمري ما فكرت نجوز كنقول تات لا كنقول تتجي تتجي فرصه. مثلا ما فكرتش هاد الفرصه هادي مثلا كتقدر عمرك ما فكرتي تزوج؟ ما تنشوف راسي العقل ديالي واعر يعني كيف عقلك؟ لا باقي خفيف. ايوا كاين بزاف د الحاجات يعني باقي خصنا نكونوا راسنا باقي خصنا نشوفوا نعملوا حنايا الدوله ديالنا فين فين نعيشوا ولا فين باش نكونوا راسنا ونكونوا مزيانين مع راحتنا. عنده الصح يسير الزواج هو مسؤوليه اول حاجه ما تجيبش بنت الناس باش تكرفس عليها ما كنتيش شي مقد بها وبمصاريف ديالها وبزاف د الحاجات راه ما تقدرش يتزوج بها. كيف ماش الدور هكذا كانت اعلاء ديال الناس ما تنساوش تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم. تلاقوا في حلقه جديده. باي باي.